السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أغلى متابعين. قبل ما نبدأ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا مشروع شحن السيارة الكهربائية، طبعا اللي أعلنت عنه أمانة المدينة المنورة. طبعا الموقع سلطانة شارع أبو بكر الصديق مع تقاطع عمر بن الخطاب، اللي أنتم شايفين هذا الموقع. طبعا أطلقت أول خدمة أمانة المدينة المنورة إنشاء هذا المشروع الجميل طبعا للمواطنين والمقيمين لاستخدام الطاقة الكهربائية وتقليل ابتعاث الكربون وتحقيق الامتثال البيئي. وأوضحت أمانة المدينة أن الخدمة توفر متطلبات السلامة والمواصفات والمعايير العالمية، إذ جرى توريد الجهاز بقوة تيار كهربائي تبلغ من 6 إلى 32 أمبير وبجهد كهربائي يبلغ 220 فولت، وستتمكن من شحن السيارة الكهربائية في مدة أقصاها 8 ساعات. وأشارت إلى أن يجري تجهيز وإطلاق الخدمة في 7 مواقع متنوعة تشمل 3 نقاط المركزية وجادة أحد وطريق المطار وممشى العباس بن عبادة وطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شايفين؟ وهذا هو المشروع. يا سلام يا سلام، ما لكم حجة، خلاص. شايفين هذا المشروع؟ الأمانة أطلقته إن شاء الله السعوديين والمقيمين، يعني شدوا حيل. طبعا زي ما انتم شايفين بجوار الكوفي، والله الكوفي ما اعرف اسمه، بجوار اذا توقف سيارتك والشحن بهذه الطريقه. شايفين؟ شايفين هذه السيارات دحين بقلة بسبب ما في شحن، لكن دحين الأمور طيبة بإذن الله. وزي ما شايفين الشحن الكهربائي، توقف سيارتك تروح الكوفي أو تروح لك مشوار شهي قبل ما تشحن، أموركم طيبة. يعني إن شاء الله إن شاء الله فترة بسيطة بإذن الله. يا أهل المدينة قبل ما 7 مواقع تشتغل خلاص يجي تشحن سيارتك، امورك طيب. عارفين اغلب اهل المدينه عارفين الموقع، نهايه شارع السلطان معروف، خلاص يوتر هنا الكوفي وهنا الشحن. ها عبدو، خلاص تبي تشتري سياره كهربائيه؟ الظاهر خلاص حنحول على السيارات الكهربائيه من بعد اليوم، خلاص. وداعا للبنزين، وداعا للبنزين والبترول خاص. خلاص يا خلاص ان شاء الله كذا، والحكومه تشجع ان كان من سعوديين مقيمين على السيارات الكهربائيه، وباذن الله تكون حاجه طيبه باذن الله. والله انا اشوف حاجه طيبه بيني وبينك، اللي يبغى خدمه توفير 24 ساعه فياخذ السياره الكهربائيه. يا سلام. اما اللي يبغى من النظام القديم زي نظامي انا، يعني من الجيل القديم ولكن الاصدار الجديد زي ما قالوا. يا سلام. يعني حاليا انا نعم على السيارات القديمه ولكن اعيد برضو الحاجات الجديده. طيب حلو، كنت تعرفها قبل ما اصور؟ لا والله بس اول مره. والله خلاص انا عارف، عندي فكر انه حيضيفوا المشروع هذا، ولكن ايش ما توقعت انه بالفتره هذه. اي لا الحمد لله ان شاء الله الامور طيبه باذن الله. خلاص الشحن الكهربائي والامور ان شاء الله ان شاء الله طيبه. يلا كده انتهينا. في الختام أسأل الله التوفيق لنا ولكم، يعطيكم ألف عافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وزر اللايك. مع السلامة.